في أصغر سابقا أهلوي. يعني صح. في المجلس السابق آه. وبالتالي اه دي اصغر مشجعه آه. اصغر مشجعه النهارده آه. اعتقد ان مفيش اصغر من كده النهارده اصغر مشجعه دي صح. كانت النهارده للنادي الاهلي. عموما ثلاث نقاط هامه جدا وغاليه جدا للنادي الاهلي استطاع بها زي ما قلت لحضراتكم ان يضغط على نادي الزمالك في اللي في صداره